أعظم المعجزات على الإطلاق التي نزلت على الرسل، وجعل الله تعالى من هذا القرآن بعض الصور أعظم من بعض، وبعض الآيات أعظم من بعض، وكل القرآن فاضل، ولكن الله عز وجل بفضله وبمنه فضل بعضه عن بعض. ومن أعظم هي الصورة التي من تعتبر من أقصر صور القرآن، وهي التي قرأناها الآن في صلاتنا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكثير من على قصر هذه الآيات أو هذه الصورة كثير من الناس لا يعلم معانيها ولا يفقه ما بها من فوائد عظيمة. أما سبب نزول هذه الآية فقد قيل أن المشركين والكفار كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له: انسب لنا ربك، يعني من هو ربك؟ احنا نعرف ربنا، هم يقول يدعون ان عيسى ابن الله واللات والعزة، فيقولون للرسول: من هو ربك؟ قال الله عز وجل: قل هو الله احد، المتفرد الذي ليس له شريك، ليس له. هذه نفي واثبات، هي معناها التوحيد، معناها شهادة ان لا اله الا الله. لا، قل هو الله احد، احد صمد ليس معه شريك ولا ند ولا نظير وليس له مثيل ولا شبيه ولا اعظم الله عز وجل. واما أسماؤها فقد سميت بالإخلاص، وسميت بالصمد، وسميت بالتجريد لأنها يتجرد فيها الإنسان من الشرك، وسميت كذلك بالتوحيد لأنها هي التي تفصل بين، تبين توحيد الله عز وجل وأن ليس له شريك، فهذا من أسمائها. وكذلك سميت الصمد، وسميت قل هو الله أحد، فلها عند الناس أسماء كثيرة. ثم قوله عز وجل: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، هذا يدل على أن الله عز وجل إثبات أن الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا نظير له ولا معه أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد. هنا أكثر من الناس ما يعلم معنى الصمد، فكلمة الصمد أو معنى اسم الله الصمد هو اسم من أسماء الله عز وجل، واختلف فيه كثير أو قيل فيه أقوال. قيل هو الذي لا يأكل الطعام والشراب، وهذا نعم، الله عز وجل لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج، بل من احتاج الطعام والشراب هو الضعيف، هو الإنسان الضعيف أو المخلوق الضعيف الذي لا يعيش إلا بالطعام، ولكن الله عز وجل. وقيل الذي ليس له جوف، وقيل هو، وهذا من أعظم ما قيل، قيل هو الذي يحتاج إليه كل أحد وهو لا يحتاج إلى أحد، وهذا من أعظم المعاني. وقيل هو الذي تصمد إليه كل الخلائق بحوائجها، الإنس والجن، العالم العلوي والعالم السلفي، الحيوانات، الأمراء، الفقراء، الغني، الفقير، الكبير، كلهم يلجؤون إليه، وهذا معنى الصمد الذي تلجأ إليه الناس في رغائبها وفي حوائجها وفي مصائبها. ونعم، والله إن الله هو الذي نلجأ إليه بمصائبنا وبحاجاتنا وبأفراحنا وبأمالنا وبأمراضنا وبأسقامنا، نلجأ لله عز وجل، فهو الصمد الذي يتحمل ويستطيع أن يحمل هذه الصفات العظيمة. وقيل الصمد هو الذي كمل في كرمه، هو الكريم الذي كمل في كرمه، وقيل هو الحكيم الذي كمل في حكمته، وقيل هو العظيم الذي كمل في عظمته، وقيل هو الذي كمل في كل كمال، وهذا كله تنطبق على الله فعلا، وهو الذي لم يلد ولم يولد. قال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد. لم يلد هذا فيها رد على ثلاث طوائف، رد على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، قال الله قل هو الله لم يلد، ليس عزير ابن الله، لم يلد. ورد على النصارى الذين قالوا عيسى ابن الله، قال الله عز وجل لم يلد. ورد على العرب الكفار المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام، لأنهم كانوا يدعون أن اللات والعزى بنات الله، أو يقولون أن الملائكة بنات الله، فهذا رد، لم يلد رد على ثلاث طوائف: لم يلد ولم يولد، لم يصدر منه أحد ولم يصدر عن أحد، ليس له والدة ولا ولد ولا صاحبة ولا أخ ولا صديق ولا شبيه. الله أعظم وأكمل وأعظم وأرقى وأعظم أن يكون له شبيه ونظير، وأنه يحتاج للولد. الولد ما يحتاجه إلا أنا وأنت، بل أن نحن عندنا أن الذي ليس له ولد فيه نقص، يعني يمكن ينظرون أنه مريض، يمكن مريض، هذا نقص، لكن عند الله كمال. الله لا يحتاج الولد، أنت وأنا اللي نحتاج الولد. الله أعظم من أن يحتاج شيء، بل كلنا يحتاج إليه وهو لا يحتاجه إلى أحد عز وجل سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كفوا ليس له، ليس يوجد هو أعظم من الله، ولا يوجد مكافئ لله، ولا ند ولا نظير ولا شبيه، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيئا، لا من خلقه ولا من يوازي الله، ليس له ند ولا نظير ولا شبيه ولا كفؤ. وهذا معنى كفؤ، أنه لا يكافئه أحد،
بل لا يوجد أعظم منه ولا أقل منه يناسبه بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه. فهذه الآية أو هذه الصورة من أعظم الصور لو يتمعنها الإنسان. نحن نتكلم على سرعة حتى لا نطيل عليكم، ولكن أذكركم بأمر عظيم بهذه الصورة، وهو فضل هذه الصورة. وكثير من الناس كذلك لا يعلم السنة في هذه الصورة. اعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة كان يقرأ فيها بسنة الفجر، ركعتين الفجر اللي قبل الصلاة أو بعد الصلاة صليها، كان الرسول يقرأ بقل هو الله واحد، وكان يقرأ بسنة المغرب بقل هو الله واحد، وكان يقرأ بقل هو الله واحد بركعتي الطواف، بركعتي الطواف. هذا كله تدل على إيش؟ يدل على فضل هذه الصورة، ولا ما قرأها. وكان يقرأ عليه الصلاة والسلام بهذه الصورة أثناء في قيام الليل، إذا أوتر ختم صلاته بقل هو الله، لأنها هي الإخلاص. وهذا منزلة رابعة يقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. وكذلك الخامسة كان يقرأها مع المعوذات بيديه، ويمسح ما استطاع من جسده ومع رأسه، من أعلى من رأسه وما استطاع من جسده، لأنها تحفظه بإذن الله وتحفظ من يقرأها. ومن فضل هذه الصورة كذلك أن أحد الصحابة أخرجهم الرسول صلى الله عليه وسلم بسرية إلى حرب، فكان إمامهم أو أميرهم في الحرب إذا صلى بهم قرأ الفاتحة، ثم قبل لا يقرأ صورة، مثلا إذا أراد يقرأ الفجر قبل أن يقرأ الفجر يقرأ قل هو الله واحد، ثم يقرأ صورة الفجر، ثم يقرأ بالركعة الثانية الفاتحة، ثم يقرأ قل هو الله واحد، ثم يقرأ صورة ثانية. فنقلوا هذا الكلام لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا كان أميرنا يفعل كذا وكذا. فسأله الرسول قال ما حملك على أن تصنع هذا؟ قال والله إنها بها صفة الله، وأنا أحب أن أقرأ صفة ربي. انظروا ماذا قال عليه الصلاة والسلام، قال حبك إياها أدخلك الجنة. إذن هذه صورة من أحبها بإذن الله دخل الجنة. وفي رواية وفي صورة أخرى أن إماما كان يقرأ بالناس في مسجد قباء في المدينة بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان إذا ختم القراءة ختم بقل هو الله واحد، يعني يقرأ صورة بعد الفاتحة ثم يقرأ قل هو الله واحد. وكذلك أبلغ الرسول فقال ما فعلك على هذا؟ قال والله إني أحبها. قال إن الله أحبك بحبك إياها، فمن يحب هذه الصورة أحبه الله. لذلك هذا شيء من فضلها. وكذلك من فضلها أن الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال من قرأها فإنها تعدل إيش؟ ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. فأنت لما تقرأ، وفي حديث آخر أن من قرأها 10 مرات بني له قصر في الجنة، وفي رواية أن من قرأها أنها تعدل نصف القرآن وليس ثلث القرآن. لذلك يا جماعة نهتم بهذا ونبحث عن معاني القرآن العظيم، لأن فيه ترقيق للقلب وفيه عودة لله. وكذلك تدبر القرآن يجعلك تخشع في صلاتك، تخشع، تسأل الله، تعرف صفات الله. أسأل الله لي ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.